بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كيف تضمن أن يستجيب الله دعاءك؟ كثير منا يدعو الله فلا يستجاب له، لا يعلم ما هو السبب. القضية أيها الأحبة قد تكون قضية توقيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا طرق الاستجابة، طرق استجابة الدعاء، لأنه كان مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. طيب، ماذا أخبرنا النبي عن أفضل وقت لاستجابة الدعاء؟ دعوني أولا أيها الأحبة أتأمل معكم هذا الحديث العظيم، ثم ندقق في كلماته عسى أن نكون مستجابي الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. سبحان الله، ما هذا الكرم! كل ليلة هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء، هذه الساعة مجهولة. طب لماذا لم يحدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الساعة الفلانية، الدقيقة الفلانية، الثانية الفلانية؟ لا، لأن النبي يريدنا أن نجتهد أكثر بالدعاء، لا نكسل، يريدنا أن ندعو طول الليل، يعني حتى قبيل النوم تدعو، تنام ولسانك يدعو، وتستيقظ ولسانك يدعو أيضا. طيب، إذن أخي الحبيب، أنا أستطيع من خلال هذا الحديث أنا شخصيا أن أتعلم أن الدعاء يمكن أن يستجب، له شروط. أولا، يجب أن يكون هذا الدعاء ليس شرا لأحد، يعني لا أتمنى الشر لأحد، هذا الدعاء لا يستجب. ألا أظلم أحدا، ألا أحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله، ألا أدعو في قطيعة رحم أو في خراب بيت إنسان، أو أدعو على إنسان بالهلاك وهو بريء. إذن الدعاء يجب أول شيء أن يبتغى به وجه الله. تدعو لكثرة الرزق لتعين أهلك ونفسك وأولادك، تدعو الله أن يغفر ذنوبك، تدعو الله أن يكرمك، أن يعافيك. قد تتعرض لبلاء، لمرض، فتدعو الله عز وجل بالعافية، وهذا أمر مشروع ومطلوب. طيب، لماذا الليل أيها الأحبة؟ ماذا يعني لماذا كل ليلة؟ لماذا ليس في النهار؟ يعني لماذا استجابة الدعاء في الليل تكون في الليل؟ أول شيء أيها الأحبة، الليل كما يعني نرى يعني السكون، وجعلنا الليل لباسا، لباسا يحتمي تحته الإنسان مثل اللباس. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أو وأقوى مقيلة. تعلمون أن نبيكم عليه الصلاة والسلام أول أمر إلهي نزل له ما هو؟ كما نعلم سورة المزمل والمدثر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طيب لماذا ذكر الليل مع بداية، يعني بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد القراءة أي العلم، ذكر قيام الليل؟ طيب نحن الآن للأسف تحول الليل إلى ساعات اللهو والعبث والسخرية وتضييع الوقت. أول أمر نزل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم قال له: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. لأن هذه الحياة قصيرة أخي الحبيب، تصور أن لديك امتحان بعد أيام يحدد مصيرك، لا تستطيع النوم. كذلك نحن في حالة اختبار في هذه الدنيا، في حالة امتحان. نحن الآن في حالة ابتلاء
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الابتلاء الذي نعيشه نحن أو الاختبار يعني سينتهي ذات يوم بالموت، فيجب ألا يعني يهدأ لك بال، يجب أن تستغل فترة الليل في الذكر في الدعاء. طيب كيف تضمن استجابة الدعاء؟ كل ليلة إذا كنت ممن يسهرون أو ممن ينامون، حاول أن تستيقظ قبل الفجر، حاول أن تستيقظ من الليل، وإذا كنت تسهر من بعد العشاء ابدأ بالدعاء. ولا بد أن تصادف، يعني هي ساعة، طبعا ساعة ليست 60 دقيقة، لأن هذا التوقيت حديث كما نعلم. ساعة قد تعني مثلا، قد تكون 3 ساعات بزمننا أو بتوقيتنا، هي ساعة، وقد تكون ربع ساعة، نحن لا نعلم ما هي الساعة التي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك مدة زمنية كل ليلة يستجاب فيها الدعاء. فكل ليلة تذكر هذا الحديث وقل والله أنا اليوم سأدعو الله أن يقضي لي هذه الحاجة. أنا لدي ابن مريض، لدي أخ رزقه ضيق، لدي إنسان عزيز على قلبي وقع في مشكلة، سأدعو له الله أن ينقذه من هذه المشكلة، أن يشفيني، أن يعافيني، أن يرزق فلانا، أن يصرف عني كيد فلان. كل ليلة. طيب ما هي النتيجة؟ النتيجة أنك تدريجيا أصبحت إنسانا صالحا يعني أصبحت مثل النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي جاء قدوة لنا، أسوة حسنة لنقتدي به. فالنبي كان يقوم معظم الليل على فكرة، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بالفعل أيها الأحبة في الليل تحدث تجليات، ويحدث يعني نوع من الطمأنينة والتفتح الذهني غير موجود في النهار. يمكن أن أدلك أنا طبعا حسب تجربتي على طريقة ثانية لكي لا تتعب نفسك كثيرا أن تطلب 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 تطلب. لا، هناك حديث جميل جدا أيها الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله عز وجل، حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا رب أنا منشغل بتدبر كتابك، أنا انشغلت عن مرضي وحاجتي وقلة حيلتي، انشغلت عن همومي ومشاكلي وأحزاني، انشغلت بكلامك العظيم، لأنك أنت الذي أمرتني أن أتدبر هذا القرآن، فقلت أفلا يتدبرون القرآن. أنت الذي أمرتني أن أحذر الآخرة، أن أقوم آناء وأجزاء طويلة من الليل وأنا أفكر بالموت وما بعد الموت. أنت الذي قلت في كتابك يا رب: أمن هو قانت آناء الليل، يعني أطراف وأجزاء كثيرة من الليل، تقريبا معظم الليل يعني، أمن هو قانت آناء الليل ماذا يفعل؟ ساجدا وقائما، ساجدا وقائما. طيب مخه أين؟ يقول يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سبحان الله، يعني معادلة رائعة جدا، أنك تحذر الآخرة. طب هذا كل ليلة، طب لماذا لا نقوم بذلك؟ يعني لماذا نلهو ونعبث؟ والإسلام لا يمنعك من متع الحياة التي أحلها الله أخي الحبيب، لا يمنعك أن تستمتع بهذه الحياة وبنفس الوقت تتذكر الخالق عز وجل.
الله لم يخلقنا ليعذبنا في هذه الدنيا أو كتب علينا الشقاء، لا، هو يريد لنا الخير، الحياة المطمئنة، ولكن فقط يريدك أن تتذكره. يعني هل هذه قضية صعبة؟ لذلك من شغله القرآن وذكري، فأنت عندما تقول يا رب أنت الذي قلت، أمن هو قانت خاشع، يعني آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. فالقضية قضية علم أخي الحبيب. لذلك أنت كل ليلة إذا شغلك القرآن وذكر الله سيعطيك الله أفضل مما لو جلست طول الليل وأنت تقول يا رب ارزقني، يا رب أعطني، يا رب اشفني، يا رب يا رب، لأن هذا الدعاء يعلمه الله أخي الحبيب. الله يعلم حالك، ربكم أعلم بكم، يعني أنت تدعو ربا قريبا منك يعلم حالك، ليس غريبا عنك، لا يحتاج أن تعرفه بحاجتك. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. طيب الله أعلم بحاجتي، إذن أنا أشغل وقتي بقراءة القرآن، بذكر الله، بتدبر القرآن، بالتفكر في خلق الله، بالتفكر بآيات القرآن، بهذا التناسق المبهر في كتاب الله، بهذه المعاني العظيمة، المعاني البلاغية والبيانية والمعاني العلمية والتناسق العددي في القرآن، وكل شيء كله إعجاز. أنا أتأمل وأتدبر وأزداد يقينا بهذا الإله العظيم. وبالتالي الحديث الشريف هنا يعلمنا كيف نتقرب من الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال إحياء الليل وتدبر القرآن في الليل والدعاء، لأن الله يحبك أن تدعوه. ولكن أحيانا الإنسان ينشغل عن حاجته بحب من يدعوه، يعني أحيانا أنت، ولله المثل الأعلى طبعا، هو تشبيه بسيط، يعني أنت عندما ترى شخص تحبه كثيرا تنسى ماذا تريد منه. لاحظتم هذا المعنى أحبتي في الله؟ لذلك عندما قال من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، يعني من محبتك بالله وانشغالك بكلام الله أنت نسيت ماذا تريد، نسيت مرضك، نسيت ألمك، نسيت مشاكلك، نسيت هموم، وهذا هو المطلوب. يعني إذا جلست أنا اليوم كل يوم أفكر بمشاكلي وهمومي كل يوم، طيب ماذا سأستفيد؟ والمشكلة لن تحل إلا بأمر الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذن أخي الحبيب، يعني قضية معادلة بسيطة، كل ليلة حاول أن تدعو الله وأن تذكر الله وأن تتدبر القرآن وتتعمق بهذا الكتاب العظيم، ولا بد أن تصادف ساعة إجابة، ستجد أن حياتك تغيرت، وهذا الكلام عن تجربة شخصية، يعني ستتغير حياتك بالكامل، ستجد أن الله معك، ستجد أن الله يفتح لك أبواب لم تكن تعلمها، يفتح لك أبواب لم تكن تتوقعها أو تخطر في بالك. لذلك يعني لا أريد أن أطيل عليكم، أرجو من كل أخ أن يجتهد في الدعاء أثناء الليل، وبخاصة وقت السحر، لأن سيدنا يعقوب عليه السلام عندما طلب أولاده أن يستغفر لهم الله، قال سوف أستغفر لكم ربي، فيقال يعني في التفسير أنه أجل الدعاء إلى وقت السحر، وهو قبل الصبح بساعتين 3 ساعات، هذا الوقت وقت السحر، يعني وقت تستجاب فيه الدعوة إن شاء الله. فأركع ركعتين
في عمق الليل في وقت السحر وبقلب مخلص، قل يا رب يعني أنا لي حاجة عندك، فأرجو أن يعني تشفيني، أن تعينني، أن تصرف عني الهم والغم والحزن. أطلب ما تشاء وحاول أن تشغل نفسك بالقرآن العظيم. إذا لم تقرأ على الأقل استمع، لأن الثواب واحد يعني، وربما ثواب الاستماع أكثر من ثواب القراءة على فكرة. نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه القرآن مكتوبا أو مقروءا، بل نزل عليه مسموعا من سيدنا جبريل. فالاستماع للقرآن ضروري جدا، وأنت نائم استمع للقرآن. يعني اليوم الموبايل موجود مع معظم الناس، ضع فيه سورة البقرة مثلا بصوت جميل أنت ترتاح له، صوت أحد المقرئين، وشغله أثناء الليل وأنت نائم. أبعدهم الترين عن دماغك فقط يعني، تحاشيا لضرره، ولا يضر ولا ينفع إلا الله طبعا. وأترك دماغك يتفاعل مع كلام الله عز وجل، لأن الإنسان أثناء النوم يبقى دماغه في حالة عمل كما تعلمون يعني، وكما كشف العلماء مؤخرا. فتضع هذا القرآن وتستفيد من معانيه الرائعة، وأنت تنام أدعو الله، وعندما تستيقظ أيضا أدعو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا ودعاءكم، وكما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.